دونك التصحيح ديال التمرين استثني سلسلة المراجعة الشاملة للتحولات النووية ديال الأستاذ ياسين الدراس. دونك بالنسبة للتمرين غادي تلقاوه في صندوق الوصف. داكوغ، دونك تكون الهيليوم انطلاقا من الدوتيريوم والتريسيوم نظير الهيدروجين هو تفاعل اندماج نووي يحدث تلقائيا وباستمرار في قلب النجوم محل طاقة هائلة. وقد حاول الإنسان إحداث التفاعل المختار من أجل استغلال الطاقة المحررة والتحكم في استعمالها عنده، لكن الطريقة لا زالت للتغلب على مختلف العوائق. دونك هذا كيدوي على الاندماج النووي. هذه الفقرة خاصة بالعلوم الفيزيائية والعلوم الرياضية، علوم الحياة والأرض ما عندهمش هما العلوم الزراعية. الفقرة ديال الاندماج النووي، دونك أولا اعطي تعريف الاندماج النووي. هو تفاعل نووي محرض يتم خلاله اندماج نواتين خفيفتين لتعطي نواة أكثر ثقلا وأكثر استقرار. داكوغ، هو تفاعل محرض. ما معنى محرض؟ حنا اللي كنديرو، ماشي هو اللي كيكون تلقائي بحال التفتتات اللي كنعرف. دونك حدد العددين A و Z. دونك هنا نديرو حسب قانون الصودي، عندنا هادي 3 زائد 2 كتعطينا A زائد 1، داكوغ، 1 زائد 1 كتعطينا Z زائد 0. دونك قانون الصوتي غنلقاو 3 زائد 2 هي 5، دونك ناقص 1 تعطينا 4، وجوج ناقص 0 هي 2. حنا كنعرفو الهيليوم اصلا كنعرفو عنده 4 جوج، اذا النواة المتولدة هي الهيليوم. دونك احسب الطاقة بالوحدة المير الطاقة المحررة اوليبيري خلال التفاعل، اي تفاعل الاندماج النووي. دونك خلال التفاعل اوليبيري دائما هي القيمة المطلقة ديال دلتا او. دونك ودلتا او هي دلتا ان في السي كاري، هي الكتلة ديال النواتج، الكتلة ديال هذا زائد الكتلة ديال النوترون ناقص الكتلة ديال التريسيوم ناقص الكتلة ديال الدوتيريوم في السي كاري. دونك فاش غادي نحسبوها غادي تخرج لنا هي ناقص 17.5960. دونك حنا خصنا نحولوها لطاقة محررة، يعني تكون موجبة، غنديرو لها القيمة المطلقة وتخرج لنا 17.5960 ميف. جوزو للسؤال الرابع، يمكن لليورانيوم أن ينشطر عند قذفه بنوترون في مفاعل نووي. يعمل بالماء المضغوط الريب وفق المعادلة 235.92 زائد 1.0 كتعطينا 131.53 زائد 99 أ إكراك زائد بي نوترون. ما اسم هذا النوع؟ هذا النوع من التفاعل هو الانشطار النووي. هذا التفاعل هو تفاعل محرض، داكوغ، يتم خلاله تفتيت واحد النواة ثقيلة بقذفها بنوترون لتعطي نواتين خفيفتين زائد عدد من النوترونات. مزيان، ما اسم هذا النوع؟ درنا حدد العدد ديال نواة بي، غنديرو قانون الصودي 235 زائد 1 كتساوي 131 زائد 99 زائد بي. دونك غندير هادي زائد هادي زائد هادي زائد هادي زائد و بي في واحد هي بي. دونك 236 كتساوي 131، إذا 236 ناقص 230 هي 6. مزيان، 92 زائد 0 تساوي 53 زائد أ زائد بي 0 اللي هي 0. غنلقاو 92 زائد 0 زائد 53 زائد أ، 92 ناقص 53 هي 39. جي، ماذا تتوقع حدوثه لو لم يتم مراقبة هذا التحول بفصل النوترونات؟ دونك هنا إلا ما راقبناش غيبقى عندنا هذاك التفتت المستمر على شكل واحد متوالية. هنا غتولي الطاقة المحررة كبيرة، في هذه الحالة يقدر يوقع ليا انفجار بحال تشيرنوبل. داكو، هادو من اسم تشيرنوبل تا وطرا لي فيه نفس الإشكال. دونك هنا تحتوي عينة من التربة على عنصر التريسيوم المشع عند لحظة تي 1.5 يكون النشاط هو هذا، وعند لحظة هو هذا. احسب أتلاس. دونك هنا حنا نهار تيعطوني نحسب شي نشاط عقل عليها، يعطوني نحسب شي نشاط وعطوني لحظة كنخدم قانون التناقص الإشعاعي. دونك قانون التناقص الإشعاعي، قانون النشاط الإشعاعي، أ دو تي إيكال أ زيرو ليكسبونونسيال موا لامدا تي. أنا عطوني لانستون، ها هي، ما عنديش أ زيرو وما عنديش لامدا، عندي جوج ديال المجاهيل. دونك ولكن راه عطوني أ واحد اللي هي أ زيرو ليكسبونونسيال موا لامدا تي واحد، عطاوني ا جوج اللي هي ا زيرو اكسبونسييل موا لامدا تي جوج. دونك من هادو بجوج غنقدر نجبد لامدا. كيفاش غندير ليها؟ غتقول لي سيت كيفاش ندير ليها؟ غنقسم هادي على هادي، الا قسمت ا جوج على ا واحد غتختزل ا زيرو مع ا زيرو. مزيان، غتولي عندي الاكسبونسييل موا لامدا تي دو ناقص الاكسبونسييل موا لامدا تي ان، غنطلعو هادي تولي لامدا تي ان موان تي دو
داكوغ. من بعد غندير ال ان، غتولي هي لامدا تي ان تي ان موان تي دو. من بعد نديرو لامدا هي ال ان ا دو على ا ان تي ان موان تي دو. حنا جبدنا لامدا، دونك حنا كنعرفو ان الا بغيت ا زيرو نخدم صوب هادي صوب هادي. غادي نجيب هادي هنا، الا جبتها هادي كتقرب لها الاشارة كتولي موجبة. داكوغ، اذا ا تلاتة بما انني انا حسبت ا زيرو وحسبت لامدا، اذا غادي نعوضها وتخرج ليا. دونك نتمنى انكم فهمتوا هذه بالضبط. ندوزو للتمرين اللي مرة